واحد السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحوال طيبة إن شاء الله. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد، هو فيديو بحكم تجربتي الشخصية أنا، يعني فيديو كنحاول نطرقوا فيه واحد الموضوع اللي هو مهم بالنسبة للي عنده مشكل ديال القشرة ديال الشعر، أو اللي عنده قشرة ديال فروة الرأس، يعني ديك القشرة اللي كتكون واحد الدرجه، يعني كتكون قويه وكتكون كثيفه، ماشي ديك القشره اللي كتكون خفيفه هكا في الشعر، لا اللي كتكون اقوى، كتكون على شكل واحد الصفحات ولا على واحد الشكل ديال الطبقات. يعني راه هذا بالنسبه لي انا مشكل كبير وكيسبب واحد الاحراج بحكم انني كنت واحد الفتره كنعاني منه، وبحال بزاف ديال الناس اللي يعني جربت بزاف ديال الوصفات، بزاف ديال الخلطات، حاولت نجرب بزاف ديال لي شامبو اللي تيكون هكا في السوق، يعني جميع الانواع اللي ممكن انهم يخطر لكم على بالكم جربتهم كاملين، بدون فائده، يعني المشكل ما تحلش ولو انهم نقصت شويه. يعني بحال كان الناس كيقولوا لي كاين اللي عندي زعما دي شامبينيون ولا عندي هكا، يعني خصني نشوف مشكل اولا نشوف طبيب ديال الجلد. انا بصراحه ما مشيتش للطبيب الجلد، يعني بقيت كنجرب في الوصفات هكا، صراحه ما لقيتش الوصفه اللي هنتني من داك المشكل، حتى طحت على هاد البرودوي هذا. صراحه ماشي انا كندير له اشاره ولا شي حاجه، ولكن بحكم تجربتي الشخصيه لقيت واحد النجاح بصراحه بواحد السرعه قياسيه، تقريبا من اول اسبوع ديال الاستعمال ديال هاد المنتوج هذا عجبني بزاف. كيف كتشوفوا هما هاد لي ساشي هادو ديال كيتوديرم، خديتهم من الفارماسي، راه مع تقريبا حيت انا جربت هاد المنتوج هذا مره واحده، يعني خديت هاد العلبه هادي لمده ديال تقريبا شهر مره واحده، ما عاودتش خديتها من بعد لان لقيت واحد النتيجه صراحه فعاله. وان شاء الله اللي كيشوف هالفيديو ويجرب هاد المنتوج هذا اللي يكون بطبيعة الحال عنده هاد المشكل، او لا كيعرف شي حد عنده هاد المشكل ديال القشرة الشعر من نوع كثيف بحال هكا كتكون على شكل طبقات في الشعر، راه هاد المنتوج هذا راه خطير. هاد لي ساشي هادو راه واعرين بزاف، كانت وراتهم ليا واحد السيده الله يجزيها بالخير، زعما ما لقيتش ما احسن من هاد الوصفه هادي، جربت بزاف كانوا كينصحوا الناس، جربت انواع لي شامبو كاملين ما لقيتش واحد النتيجه مزيانه، جربت الزعتر، المهم بزاف بزاف ما لقيتش عقله بالضبط. مهم هذا راه خطير، غادي نهضر لكم عليه بحكم تجربتي انا، جربته تجربه شخصيه. هاد لي ساشي ديال كيتوديرم كنت خديتهم من الفارماسي، تقريبا الثمن ديالهم ما بين 80 و 90 درهم، انا متاكده ان الثمن ديالهم كان بين 80 و 90 درهم، راهما صراحه واعرين بزاف، يقدر يكون الثمن دابا زاد ما عرفتش. المهم هاد لي ساشي هادو فيهم، هاد العلبه هادي فيها 8 ديال لي ساشي. بالنسبه لطريقه الاستعمال، كناخذوا جوج ديال لي ساشي بالنسبه للاسبوع الاول، كنديروهم هكا في اسبوع واحد، مثلا غادي ناخذوا واحد الساشي نغسلوا بها الشعر ديالنا مثلا اثنين، الساشي الثانيه تكون الخميس، او لا غناخذوا الساشي الاولى تكون ثلاث، الساشي الثانيه تكون مثلا الخميس، بحال هكا. يعني كناخذوا مثلا كل 3 جو غادي نديروا واحد الساشي اللي من بعد الساشي الاولى، باش كتلقاو واحد النتيجه كتكون مزيانه. بالنسبه لطريقه الاستعمال، باش نبغيو نغسلوا شعرنا كنغسلو شعرنا عادي، وكنستعملوها هي هاد لي ساشي ديال بحال واحد لو جيل، بحال لازم نغسلو بواحد الشامبو، لكن هو كنأكد على واحد الحاجة، ملي أنا نغسلو تبقاو تستعملو هاد المنتوج هذا، هاد لي ساشي هادو، غادي تبقاو متبقاوش تغسلو داك الشامبو العادي ديال الأسواق، متبقاوش تستعملوهم نهائيا حيت مكيجيوش معاهم، ويقدر ما يعطيكمش ديك النتيجة اللي كنتو نتوما كتنتظروها. يعني من بعد غادي نجيب لكم واحد الشامبو اللي بقيت كنغسل بيه، كناخذوها من الفارماسي ولا من البارا فارماسي حتى هو ما كاينش فرق، يعني ملي كنسالي المده ديال هاد الاستعمال ديال هاد الكيتوتيرم كنولي نستعمل هاد الشامبوان هذا. غادي نجيكم فيديو اخر ان شاء الله ونهضر لكم عليه والمزايا ديالو وطريقه الاستعمال ايضا. ما ليناش نكمل معكم طريقه الاستعمال، كنغسلوه كنبلو الشعر ديالنا مزيان بالماء، والماء الاحسن يكون غير دافي، ما تبقاوش تغسلوا شعركم بماء سخون الا عندكم القشره في الشعر، يعني تغسلوا بماء دافي يعني قريب يكون بارد. كديروا هذا الساشي هذا مزيان تلكوا في الشعر ديالكم، تخليه في شعركم واحد 5 دقائق عاد تغسلوه بالماء،
ما ديروش موراه شي شامبوان في المره الاولى والمره الثانيه، ما ديروش الشامبوان صافي. راه ملي غادي تغسلوا شعركم عادي وتخرجوا من الدوش غادي تحسوا بواحد التحسن كبير. بالنسبه اللي عنده داك مشكل قشره بحالي الحمد لله بحالي كنت كنعاني منها انا، راه ملي كدوشوا بحال ما دوشوش بحال ما غسلتوش شعركم كتخرجوا كتلقاو القشره مازال من بعد هذا الاستعمال ديال الكيتو داك، ما غاديش تلقاو هذا المشكل. غتخرجوا من الدوش تلقاو شعركم ولا صافي، غادي تجيكم من بعد واحد شويه القشره، ولكن بعد واحد 3 ايام او 4 ايام يعني كتكون نتوما مازال في طور ديال الاستعمال ديال المنتوج، يعني مازال ما وصلتوش لواحد النتيجه نهائيه، غير هو التحسن غادي يبان لكم. وان شاء الله غتبقاو تستعملوا نفس الطريقه الاسبوع الاول جوج ديال لي ساشي، الاسبوع الثاني جوج ديال لي ساشي، الثالث والرابع مثلا تبقاو ديروا غير ساشي وحده في الاسبوع، وتغسلوا بشي شامبوان يكون ضد القشرات، من الاحسن تاخذوه من الفارماسيان اولا من الباغا. نساو عليكم سميتو لي شامبوان من الزنقه من الاسواق على برا، على برا راه ما صالحينش، يعني كيبقاو يقدروا يكون عندكم دي شامبينيون وهذوك ما كيصلحوش ليهم. هذه الاولى. طريقه الاستعمال راه سهله بزاف وباينه. كنتمنى اللي غادي تجرب هاد الكيتو ديرم هادو، انا راه نخلي لكم هكا السكرين ديالها باش تشوفوها اللي بغى يشري عليها. كنتمنى من بعد ما تجربوها واللي غتلقى ليها نتيجه مزيانه، سواء نتيجه مزيانه ولا نتيجه غير فعاله، دخلها فك التعليقات وتخلي التعليق بحكم تجربتها الشخصيه ايضا، باش تشجع الناس اللي عندهم تما هذا المشكل ويتعمل الفائده ايضا، لان هذا الفيديو هذا كيقلبوا عليه بزاف الناس صراحه، وبزاف الناس كيعانيوا من المشكل ديال القشره، مشكل عادي صراحه رغم انه مشكل عادي ولكن كسبب بزاف ديال الاحراج. نتمنى نكون خفيفة على قلوبكم وتجربوا هذا الكيتو ديرم للناس اللي عندها هذا المشكل طبيعة الحال، والناس اللي ما عندهاش ايضا وكتعرف شي واحد عنده تنصحوا به، ما كاين حتى شي مشكل تنصح به الناس. ولا عجبكم الفيديو محتوى ديال القناه ما تبخلوش عليا باشتراك ولايك وتبارطاجوا الفيديو الا عجبكم. كنتمنى نلقاكم هالفيديو بصحه جيده ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.